صباحكم فل يا نس، صباحكم فواكه، صباحكم معطر بذكر الله. اليوم هو الأربعاء، التاريخ 2 من شهر 12 من سنة 2020. اليوم سنتعرف على درس جديد في مادة التدريبات، ولكن كعادتنا يجب مراجعة ما تم أخذه سابقا. تعرفنا يا عالم الألوان في الحصة الماضية على درس اسمه المواصلات، وذكرنا أنه في عنا عدة وسائل للنقل اللي هي بتساعدنا في توفير الوقت وتوفير الجهد. من وسائل النقل يا عالم الألوان أخذنا سيارة، باص، شاحنة، قطار، قارب، سفينة، طائرة، دراجة هوائية. في عدة مواصلات، عدة وسائل للنقل، وهاي الوسائل بتوفر علينا، حكينا، الوقت والجهد. وحكينا أسرع وسيلة بالمواصلات هي الطائرة. الطائرة هي أسرع وسيلة نقل سريعة جدا. اليوم رح ناخذ درس جديد اسمه الفواكه. خلينا نطفي الضوء بس. اوكي، اليوم درسنا حلو كتير يا عالم الألوان، درسنا اليوم بجنن، اسمه الفواكه. طيب لما احكي لك الفواكه شو بتبادر لذهنك يا عالم الألوان؟ بتبادر لذهنك انه الفواكه اما موزه او تفاحه او برتقاله او اشياء كثير. هلا رح نتعرف عليها. في البدايه بدنا نعرف الفواكه. الفواكه هي من الاغذيه المهمه والمفيده لجسم الانسان، وهي غنيه بالفيتامينات التي تساعدنا على الوقايه من الامراض. شو يعني؟ الفواكه هي من الأغذية اللي كتير مهمة يا عالم الألوان ومفيدة كتير لجسمنا. إذا الفواكه مفيدة كتير لجسمنا ومن الأغذية المهمة. وشو بتساعدنا الفواكه لما بناكلها يا عالم الألوان؟ بتساعدنا على الوقاية من الأمراض. ليش بتحمينا من الأمراض؟ لأنه فيها فيتامينات بتخلي مناعة جسمنا قوية، بتقاوم المرض، صح؟ فيا عالم الألوان اللي باكل فواكه كتير جسمه رح يصير قوي، وحتى لو مرض رح جسمه يقاوم المرض. ليش؟ لأن الفواكه فيها فيتامينات ضرورية ومهمة لصحة جسم الإنسان. أوكي يا عالم الألوان؟ طيب في عنا هون أمثلة على الفواكه. الآن رح نعرض لكم مجموعة من الصور بأسماء الفواكه. نشوف، شوفوا هون، شو هاي الصورة يا عالم الألوان اللي بتضحك؟ هاي صورة عنب، عنب، عنب. هاي صورة عملت لكم لايك. هاي موزة، موز، موز. هاي برتقالة، البرتقال لذيذ يا عالم الألوان، غني بفيتامين سي، بالذات بهذا الوقت لازم كتير نشرب عصير برتقال، أوكي؟ هاي تفاحة، والتفاح أيضاً كمان يا عالم الألوان لازم تتعلموا وتتعودوا على شغله، إنك أول ما تصحى من النوم، مش حكينا بنفرش أسناننا وبنغير ملابس النوم، أوكي؟ وبتفطر كلك كل يوم الصبح حبة تفاح، بتحمي جسمك من الأمراض، إذا تعودت إنك تاكل حبة تفاح كل يوم، إن شاء الله إنك ما راح تمرض. هذا يا عالم الألوان، بتعرفوا شو اسمه؟ اسمه كرز. شو اسمه؟ كرز. طب هذا يا عالم الألوان، بتعرفوا شو اسمه؟ في ناس حيحكي لي بطاطا. هاي بطاطا يا عالم الألوان؟ لا، هذا اسمه كيوي. الكيوي من الفواكه، البطاطا من الخضروات، إذا هذا اسمه كيوي. اللي بتشيل هاي القشرة البنية بتكون من جوا لونها أخضر وفيها بذر صغير لونه أسود، عرفتوها زاكية كتير، هذا اسمه كيوي. طب هذا يا عالم الألوان شو اسمه؟ رمان، رمان. هذا يا عالم الألوان اللي بناكله بالصيف كتير، شو اسمه؟ بطيخ، بطيخ. هذا يا عالم الألوان شو اسمه؟ اسمه أناناس. شو اسمه؟ أناناس. هاي بنقشرها من فوق وبنقشرها كاملة وبصير في عنا زي دوائر الأناناس. يا عالم الألوان زاكي برضه كتير. وهذا يا عالم الألوان شو اسمه؟ اسمه فراولة. طيب عيد قراءته مرة أخرى. إذا عنب، موز، برتقال، تفاح، كيوي، فراولة، أناناس، بطيخ، كرز، رمان. هدول الفواكه يا عالم الألوان مهمين كتير لجسمنا، ولازم دائما دائما وباستمرار نتناول الفواكه. وبهيك يا حبايبي يا حلوين بتكون انتهى درسنا لهذا اليوم، والله يعطيكم ألف عافية.